السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامج نادير الطبخ والحلويات. اليوم نقدم لكم تحلية ديال البرتقال والفاني على شكل خلية النحل او لهذا الشكل. نمشيو دابا للمقادير وطريقة التحضير. المقادير، انا هنا عبرت بكاس ديال العنبة، غنحتاج 4 كيسان ديال الحليب، نص كاس ديال مايزينا، نص كاس سنيدة، معلقة صغيرة فاني او لا 2 ساشيات فاني. غنحتاج كذلك 4 كيسان ديال الليمون، نص كاس ديال السنيدة، نص كاس ديال مايزينا، شوكولات ابيض واسود للتزيين. شو دابا طريقة التحضير ديالهم. بالنسبة للقالب اللي اخترت هذا القالب ديال النحلة. يا سلام، غنجيب انا هنا بطبيعة الحال دوب الشوكولات ابيض والكحل، نعمر القالب ديالي. انا هنا كيف ما كتشاهدوا معايا عمرت القالب ديالي غير النحله كيف ما قلت لكم. غنمشيو دابا نخليه هنا جانب تيبرد، غنخلط هنا السنيده مع مايزينا، غنخلطهم مع الليمون حيت لدرتي لا عفوا نفتي مايزينا بوحدها بلا سنيدة، تقدر تكور معاك، من الأحسن تخلطها مزيان مع السنيدة وديرها في الليمون. أنا هنا غنخلطها في الليمون بارد، من بعد غنوضعها فوق النار حتى تبدا الخليط ديالي يعقد. هاد الحيلة كيف ما كتشاهدوا معايا، بعد ما الخليط ديالنا هو هذا، كنبقى نستمر التحريك مزيان حتى كيبدا يعقد. نجيبو دابا نخوي في المول ديالي، بطبيعة الحال نقاد الخيارات. نخلي الطبقة تسبرد، نجيب خليط نبدأ دابا في الطبقة الثانية، نجيب السنيدة، نشا، كيف ما قلت لكم معلقة صغيرة ديال الفاني. أنا هنا كنت ما عنديش الفاني اللي مخلط السنيدة، عندي الآخر. غنحرك الكل مزيان، نجيب حليب ونخلط مشان مع الحليب. كيف ما قلت لكم انا هنا عندي
حليب بارد عاد غنوضعو فوق النار ونخليه حتى يبدا يعقد ونطفي عليه. كيفما كتشاهدوا معايا الكريمه بعد ما وجدات نجيب هنا الليمون ديالي غنوضع فيه طبقه ثانيه مزيان ندخلها الثلاجه تبرد حتى تبرد على خاطرها عاد نزولها من الماء. كيف ما كتشاهدوا معايا سيداتي التحليه الشكل النهائي ديالها كيفاش جات. انا هنا من بعد ما قلبت القالب ديالي وضعت الكوك والحبوب الفضيه، وهنا كذلك زينتها بالكوك والحبوب الملونه. كنتمنى ان هذه التحليه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.